جزاكم الله خيرا. يقول إذا دخلت مع الإمام وهو في صلاة العشاء بنية صلاة المغرب فكيف أفعل، وكيف أفعل إذا فاتتني ركعة أو أكثر من صلاته؟ هذا الذي ينبغي لك أن تصلي المغرب أولا، إما مع من فاتتهم صلاة المغرب أو تصلي وحدك ثم تلحق بالجماعة فيما بقي من صلاة العشاء، ولا تخلق هكذا تصلي المغرب خلف العشاء ثم يحصل عندك الإشكال والتشويش. لكن لو دخلت مع الإمام بنية المغرب وهو يصلي العشاء فإنه إذا قام للرابعة أنت لا تقوم، تجلس وتأتي بالتشهد الأخير، إن شئت أن تنتظر حتى يسلم الإمام تسلم معه، وإن شئت أن تسلم لنفسك. نعم.